بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعين، مساء الجديد، مساء الخير عليكم. السودان معروف بأنه واحد من الشعوب المتسامحة والبتتميز بالصفاء والعلاقات اللي بتربط بين أفراد، يمكن ما بتميزها حدود اجتماعية، ثقافية، دينية أو حتى عرقية. إذن فنون من أجل السلام. موضوع حلقتنا لنا من مساء جديد، مساء الخير عليكم. إذن منكم وإليكم وفقط لكم أنتم مشاهدي قناة النيل الأزرق، بيمتد التواصل معكم يوميا عدا الجمعة، وزي ما تفضلت تسابيح الليلة موضوع حلقتنا فنون السلام، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة أعياد السلام. الفنون بشتى مجالاتها هي لعبة ستلعب دور كبير في توحيد أبناء الوطن الواحد والمحافظة على السلام والاستقرار والأمن في البلد، وده بيكون عن طريق نشر الثقافة اللي ما بتحد أي حدود حتى لو كانت هي اللغة. والليلة في عيد السلام ضيوفنا في فنون السلام، سعيدين جدا أن يكون معنا أحد المتخصصين في مجال الموسيقى وقائد فرقة أرباب الموسيقية ستيفن أفير. مساء الخير عليك. مساء الخير، مرحبا بك كثير. وبيضو سعيدين جدا برضو يكون معنا الأستاذة القاصة الصيدلانية الأستاذة ستيلا جايتانو. مساء الخير عليك وكل سنة وأنتم طيبين. مساء الخير عليكم وعلى كل السودانيين، منورين استوديو مساء جديد. الله يخليك. استاذ ستيفن، بدايه معك وبدايه تكوين ونشاه فرقه أرباب. في البدايه بحن الشعب السوداني بعيد السلام، ونتمنى لهم عوام مليئه بالسلام الدائم المستقر ان شاء الله. وأرباب اصلا هي اسم بلغه الانيوا، كلمه يعني بيعني ابن الطبيعه، او بيعرجو جنة بتاع غابه، يعني زول اتولد في غابه. والطبيعي محاولة لخلق حوار بين البيئة الطبيعية سواء كان الموسيقى والرقص ومع الإنسان. بدأت كفرقة موسيقية إيقاعات لغة طبول يعني، وأنا كنت بشتغل بالي وان مان شو، بيعزف على 20 نجار في زمن واحد في سنة 87. وفي 2005 بعد ما درست الرقص في هولندا حولت إلى معهد بدرس فن الرقص الشعبي والمعاصر. من قبل 87 بدأت؟ أي بدأ المعهد، أي بدأ كفرقة موسيقية لغة طبول ورقص وكذا يعني. انت ذكرت في كلامك انك كنت بتعزف على 20 طبله. 20 طبله؟ ايوه، في وقت واحد. يس. والله ما شاء الله. بعد الدراسه ستيفن، بعد الدراسه شنو؟ بعد الدراسه طبعا تخصصت في، انا قريت مسرح وقريت موسيقى وقريت رقص في هولندا، تقسيم الرقص، انا اصلا مصمم بالرقص. فجيت ولقيت انه يا اخي شاب محتاج للفنون يتحول لحاجه اكاديميه بحت يعني، وبقى محل بدرس شباب الرقص المسرحي، الرقص الشعبي، الرقص المعاصر، والموسيقى الشعبيه. لانه اي زلمه يمكن يدق نجاره ويرقص لكن ما بصوره علميه. فالمعهد يمكن بيكون ده اول معهد في السودان يعني بيدرس الشباب في مجال الموسيقى الشعبيه عشان والرقص. عشان ما يكونوا شطر يعني. ما شطر، عشان يقدموا السودان بفهم ثاني يعني علمي. في نفس إطار ستيفن ومحاولة إزاحة الغبار عن علاقة الطبيعة بالإنسان، ظهور دابلة القصة بتاعتك يا ستيلا، أنت فيها بتعرفي بعوامل عوالم ثقافية جغرافية، تكلمين عنها شوية. أول حاجة كل سنة طيبين، وأنت بألف خير. وكل سنة وكل السودانيين بخير، وبنهنيهم بالأعياد تجات كلها، وتخيل هي رسالة يعني إنه الناس كلها تعيد يعني بدون فرز. زهور زابلة هي مجموعة قصصية بتتكون من 8 قصص متنوعة، اتكلمت فيها عن الثقافة، عن بيئتين محلية، وفيها قصص عن النازحين ومشاكلهم في أطراف العاصمة، وفيها قصص عن المشردين، ويعني كل ما اختزنوا يعني من لكن العنوان شويه زهور ذابله، ده مش بدي دلالات ثانيه واشارات اخرى. والله بدي اشارات، وكل زول يعني يقرا زي ما هو عايز يعني. يعني هي زهور في النهايه، لكن الذبول بتاع الذبول بتاع طبعا اشياء اخرى، مسببات الحكايه، مسببات للذبول. اذا وقفنا استل في نفس الاتجاه، انت ما عشت في الجنوب او المنطقه اللي انت حاولت تعكسي من خلال القصص السلبيه اللي انت كنت فيها، كيف قدرت توصفي البيئة بالشكل الدقيق ده وإنسان الجنوب؟ والله أنا بشوف إنه المسافة الجغرافية بيني وبين الجنوب يعني
وقفت، ما كان في عائق. ايوه ما كان في عائق وجداني يعني بيني وبين الجنوب، لانه بالنسبه للجنوب هو بيتنا يعني، وبيتنا ده ممكن يكون هنا في الخرطوم، ممكن يكون في امريكا، وممكن يكون في اي حته. فالبيت والاهل القريبين هم ادوني الاحساس العميق بالجنوب، فانا كنت شايف الجنوب يعني من خلالهم. لكن لاحظتي في كتاباتك يعني بتوصفي الجنوب بصوره فظيعه جدا، صوره زي زول عايش جوا كده، انه انت ما عشت هناك يعني مش كده؟ والله معقول الاسره قدرت تنقل النقله دي كلها في منك انك والله هسه يعني ما اظن هي حاجه يعني صعبه، مرات ما شايفها حاجه صعبه يعني. استنى انه الزول لما يكون عنده احساس عاوز يكتب عن حته معينه ما شافها، يمكن مرات بيوصفها بصوره جماليه اكثر من الانسان الموجود فيها، لانه يمكن في تفاصيل كثيره تكون جماليه ولا خياليه؟ والله جماليه والله ما عارفه، لكن انا حاسه ان انا شايفه الجنوب وكل يوم بشوف يعني. انت شفتيه طيب استيلا لحد الان؟ لحد الان لسه ما انت عارفه، بس تصلي وتبدي كتابات طوال يعني فريق فصل واضح جدا مش كده؟ خلاص ظهور مفرهده بالضبط. احنا نرجع لستيفن، ستيفن انت مؤسس فرقه فاروبا، اكيد عندك رساله ومسج معينه عايز توصلها، رساله شامله عشان المترقي يكون، انت عندك قصد ان المترقي ده يتصلوا حاجه معينه. وطبعا في بعض يعني في بعض الاهداف طبعا بكون يعني واضحه جميل اوبن منا، انه نحاول نقدم للشاب السوداني ده قيم فنيه علميه اكاديميه، اولا ارتقي بمستوى الرقص يعني كقيمه بس له او بس للمناسبات يعني لحاجه يمكن يكون عنده يعني عنده بعد قومي وكذا يعني. انا في العالم كله الزول بخاطب العالم عن طريق الفنون يعني يعني بنمشي اوروبا بنقدم يعني من لغه عالميه بنمثل السودان فما بقي انت سفير الـ 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 يعني زول يعني متين في الماده بتاعتك انت عشان تشرف البلد كويس يبقى شغله ما بتكون كويس. فدي الهدف العليا يعني الشاب ده الطلاب او الفرق يتعلموا الاسس الرقص ده بس علميه، وممكن يقوي الرباط بين كل اشكال الفنون في السودان، منه ممكن تحرر فرصه يمثل السودان برا بصوره ممكن يكون مشرفه يعني بدايه هي بالوطنيه والانتماء. ايوه هل في كان تمثيل خارجي لفرقه اوروباب؟ والله كثير جدا يعني من ما بدا تاسيسه مشينا اكثر من 16 دوله يعني ومن ايطاليا واسبانيا وباريس وهولندا كثير تونس في اعضاء الفرقه اثيوبيا اسمرا يعني زامبيا ساوث افريقيا زيمبابوي كينيا كثيرة. الاشتراك كيف يا ستيفن؟ والله ما عندنا اي شروط يعني، بس يكون عندك الموهبه وعندك الرغبه الاصيله دي تطور الموهبه جواك سواء كان في مجال الرقص او الرقص المسرحي، وبعد ذلك يكون عندك لياقه عاليه. بس نبدا بالرغبه، نحن الموهبه دي نخليها. طيب اذا الفنون من اجل السلام هو موضوعنا اليوم، احنا حنتوقف موسيقى سلام والدكتور الفاتح حسين ونرجع نواصل بعد حوارنا مع ستيفن وستيلا. مرحبا بكم. ومتواصلين معاكم اكيد عبر المساء الجديد. وستيفن يمكن انا سالتك عن مشاركات اوروباب الخارجيه، فنتكلم عنها من ناحيه اخرى يعني، الى اي مدى قدرت انها تعكس الثقافه الجنوبيه داخليا وخارجيا الثقافه الجنوبيه السودانيه؟ اول حاجه يعني انا ضد كلمه ثقافه جنوبيه، ثقافه سودانيه من ابناء الجنوب للبرة، في ثقافه من ابناء الشمال السودان كده اللغه ممكن يكون اول حاجه انه السودان برا ما بميز ما عنده اللغه الجغرافيه تبعها انه في ثقافه بيعرف في السودان ثقافه سودانيه موحده. قدم انا افتكر في القاهره كنا قدمنا شغل في مهرجان الشعوب وجبنا المرتبه الثانيه من 20 دوله اللي كان شرف للبلد بصوره ما عاديه يعني. اولا بشوف السودان متنوع يعني بتلقى في رقصات مختلفه الازياء مختلفه، فكان في دهشه في انبهار، لانه في بعض الدول الافريقيه بتلقى انه بس انهم ستيب واحد او حركه واحده زي ولكن السودان احتمال حاجه زي ما تفضلت انه يعني كثر الاستايلات يعني أيوة اكثر من لون مش كده؟ في النهايه كلها بتدي تمثل السودان في النهايه. ده خارجيا، طيب داخليا احنا بيكون في كميه من المهرجانات والاحتفالات اللي فيها كل منطقه بتحاول انها تعكس ثقافات الموجوده يعني. ايوه أنا في بقى ما في احتراض على الجنوب. بيبقى ما في احتراض. اي طبعا دي اللغه دي اسمه دي لغه سياسيه. وهنا فنانين طبعا اللغه ما لغتنا بالمزيكا والحاجات دي. انه في 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 الداخل هنا مثلا في الخرطوم عملنا شاردنا في كم يعني مهرجان السلام او سورين ساوند. طبول السلام. طبول السلام في كم مره وشاردنا في كم من الاحتفالات
وكانت الدهشه انه هنا قاعد نقدم حاجه ما رقص ساكت، يعني ما رقص من اجل رقص يعني. يمكن ده كنت حاسالك ليه وانا مثلا بنعمل حوار بالايقاعات، ايقاعات الشايقيه ما ايقاعات ناس جوشول في بر غزال فوا دي حاجتهم يعني ما شاحتوها. بنعمل الشولي في النملي ما ايقاعات المردوم في 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 غرب يعني بنعمل السيره لو شاحت السيره بتاعتنا بنعملها فظيعه. يعني بنقدم سيره بفهم يعني تحسها انه في حياه حياه يعني بين الشباب والبنات بيقدموا على الرقص بصوره بالازياء الشعبيه اللي بينتمي لقبيله ثانيه ما عنده لها بالوسط. وهنا بتقدم انه الزول يا اخي الحاجه جميله لانه فيها فهم ثاني في ما وراء الرقص يعني معناته الحوار الدايلوج والاحترام الاخر ده مهم جدا في الشغله دي. طيب ستيفن يعني زي ما تفضلت انه انت بتمزج كم ايقاع وكم حاجه يعني في مزج حاصل للثقافات مش كده؟ اقدر اقول لك احنا في ظل الظروف اللي بنمر بها دي احنا محتاجين انه نمزج الثقافات دي ولا نعكس ثقافه جهه معينه برا؟ اولا انا بفتكر انه قبل ما اعكس الجهه لازم انا ولا انا اكون في انتماء قومي. ما انا ما اقدر اعبر عنك وانا احترمك ارقص رقصه بتاعك مثلا انا دي احترام الاخر. من خلال الاحترام ممكن نقدم بعدك الجمله السودانيه خارج ومين بكون مقبوله. انت بكون اوريدي متوحد عندك القوه يعني بكون عندك القوه برا يعني. لكن بس انا برايك ازول بس من قبيله دينك ارقص براي اشياء الانتماء والوطني زي ما قلت والتوحد هي كلها هي في الاخر بتوصل للفنون او الرساله. لو رجعت لستيلا ولكتاباتك في بعض النقاد بيقول انه بعض كتاباتك فيها خوف من عدم تقبل الاخر لثقافتك الاصل، ردك بيكون شو؟ ابدا هو ما خوف بقدر ما انه يعني انها رساله تعريفيه. اصلا نحن مش يعني تقبل الاخر هي لغه هسيات يعني ف يعني احنا اصلا ما بنعرف بعض يعني في الوقت الهساب بدينا نعرف بعض يعني بعد ذاك نجي نقبل بعض دي مرحله ثانيه فنحن هسه بنبذل مجهود يعني خرافي انه الناس تعرف بعض اكثر شيء. انت في كتاباتك تحديدا يلا انا في كتاباتي في كتاباتي يعني بقدم حاجات تعريفيه حاجات تقرب الاخر مني اكثر ونتعرف على بعض وبعد ذاك ما كان في هواجس من انه لا هو يعني الهاجس عام يعني ما 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 حاجه بتخصني او هنا بتخص البلد والهاجس عام يعني والخوف عام ويعني احساس بانه في قنابل موقوته ممكن تنفجر في اي لحظه دي مشكله عامه يعني ممكن اي انسان سوداني بيعاني منها يعني. فنون سلام ومشاركه الفن التشكيلي في دعم عمليه السلام، اكيد احنا بنتكلم لنا عن فنون من اجل السلام. هنشوف امجد في المحطه الجايه ونرجع استوديو مساء جديد. اهلا ومرحبا بكم من جديد ولسه بنتواصل في حلقتنا مع ستيفن وستيلا. ستيلا ذكرت في كتاباتك رقص لأن أحدهم تزوج ورقص لأن أحد تمت ترقيته ورقص لأن إحداهما أنجبت طفلا ورقص لأن أحدهم مات. دي كانت في السلسلة بتاعتك من ظهور زابدة مش كده؟ نعم. طيب ستيفن انتو يعني في بلد عايز أقول لك يعني حياته بتقوم على الرقص، قدرتوا كيف توظفوا الحاجة دي في أعمالك؟ طبعا العمل الرقص اصلا جزء من حياتنا اولا. وجيت عملتها في اعمالك كيف؟ انا حاولت اتطور بس او اقدم يعني حوار بين كل الاشكال الرقص بين كل انواعه يعني اجيب مثلا رقص من بر غزال من على النيل من الاستوائيه ويتم يعني حوار مع بعض او اولا فده المستوى الاول يعني. وحتى في كلمه رقص او رقص الرقص عندنا عباره عن غيم وتعبير لمناسبات تماما زي ما ذكرها الاستاذ ستيلا. انا حاسس يمكن دي مفارقه غريبه انه ستيلا لو عدنا بالتخصصيه كان المفروض يكون الكلام ده بتاع ستيفن يعني انت دكتوره صيدلانيه كان المفروض اخذ الدواء لانه عمل لانه كده ستيفن برقص وانا بتكلم. كمان برضه ثقافه اتنقلت ونحن عشان الكلام يبقى كمان بين النظري والعملي نحن حنتابع نشاهد مع بعض عمل فرقه اوروبا وحنرجع نتواصل معكم.
شفنا وصلة إبداعية من فرقة أوروباب الموسيقية. ستيفن، في اتجاهات أخرى بينصحوا بها الفنانين عادة، بيقولوا إنه المبدعين مفروض يسلكوا طريق إبداعي يكون بعيد عن معاناة الشعوب والظروف الحاصلة لهم المعاشينها يوميا، باعتباره يكون بمثابة منفذ لهم أو رسم عالم خيالي آخر يكون متنفس لهم. أنت رأيك شنو في الكلام؟ والله أفتكر إنه الفنان لو ما بقى هو ذاته يتعصر ذاته مع الشعب مع الأوضاع أصلا ما بيكون يبدأ، فبيبقى جزء من النجاح الفنانين المبدعين في الظروف الصعبة ذاتها المعاناة زي ما بقولوا قاعد يخلق الإبداع. استلام استانك كتبت قصة جميلة جدا، كل شيء يغلي. افتكر كانت تعبر عن المعاناة عن الشعب السوداني جد في ظروف الحروب، يعني لإبداع كفنانة قدمت كده يعني. والمعاناة بيشير لإشارات ثانية إنه يا أخي بليز ستوب، وقف الحرب، وقف المشاكل يعني. أما الفنان الموسيقي أو التشكيلي أو المسرحي أو الروائي هو كمان عنده دور يعني. كويس؟ أصلاً مثلاً الأمريكان هم بيقعدوا بيرجعوا في أفلامه للحياة اللي هم حقتهم، هم عالم وردي يعني ما عنده مشاكل كثيرة زي حقتنا يعني كفارقة، وبرجعوا للمواضيع أصلاً خلوها زمان، الحروبات خلوها، لكن بيقعدوا بيخلقوا منا دراما وإبداع لأن أصلاً فيها يعني في جاب ما في حاجة جواهم. يبقى الزول في غير مخزون هو الفني اكبر اوسع. يبقى الفنان في الظروف المعاناه ممكن يبدا اكثر لانه هو بيكون عايش الوضع وبيسعى يطلع الناس من الحاجه دي. زي ما قلت حتى حصل حظي للافلام في 2006 في الافلام الاجنبيه كلها بقت افلام اكشن، كانه زي ما قلت فعلا رجعوا للقديم. استنى لو سمعنا تعليقك برضه. انا في يعني في مقوله بتقول انه التوغل في المحليه هي قمه العالميه. فنحن يعني كل ما شربنا من محليتنا أكثر كل ما وصلنا للعالم بصورة أوسع يعني. وممكن مثال يعني فرقة كواتو مثلا، يعني أول ما جات ومثلا مشت دبي يعني، فكان بجت السودان ظهر يعني رغم إنه الحاجات كانت محلية وشربانة من المكان يعني بصورة كبيرة يعني، فيعني الناس بتنطلق يعني. فنحن اصلا الاحساس الجميل بالانتماء، الاحساس الجميل بالجد يعني الذات الانسانيه دي يعني ممكن الزول يصلها في اي حته يعني بالفن ويعني محليتك دي انت لو ابدعت فيها ان شاء الله بتبقى عالم يعني، بتوصلك لمراحل عالميه كثير. ايوه. طيب اليومين دي بمناسبه عاد السلام، افتكر حلم اي سوداني اليومين دي انه يحصل سلام تام شامل لهذا الشعب، مش كده؟ الحلم ده لأي مدى سيطر على أعمالكم الفنية يا ستيفن؟ يا أخي دي حاجزنا يا أخي، دي همنا الكبير مناسبة إنه السودان ده يجي بس لحظة، مش يوم بس سكن لحظة كده يمكن ما في مشاكل. أنا لكن الكلام أنا بحلم بها كل مرة، بس ألقى لحظة بس جت سكن ثواني كده ما يكون في مشكلة خالص. ودي أبتكر دي عشان كده أي زول بيعمل أنا بحاول أبتكر بعض الأشياء، بعض اللغات، الإشارات، المواضيع المسرحية، الرقصات المسرحيه، الرقصات، الاغنيه، كيف انا اثر في الدرس ولا اوحده يعني امرق من القوقعه بتاع المشاكل السياسيه ديك والاختلافات اللي بيخلق دمار شامل يعني. فانا عندنا درس السلام شامل مو دمار شامل. جميل. طيب القلم والموسيقى من ستيفن، برضو الكاميرا كان لها حظ في مشاركه الناس السلام، الكاميرا والسلام مع المصور عباس عزت. نتابع المحطه الجايه ونرجع نواصل مساء جديد. السلام، حنتواصل معكم بعد الفاصل الإعلاني. استوديو مساء جديد. فيلم من أجل السلام، ولسه بنتواصل معكم في المساء الجديد. وستيلا، إذا في واحدة من كتاباتك أنت تكلمت عن الجدة هي كماضي جميل، هل دي كان ممكن تكون هي دعوة للأجيال الواعدة في أنها ترتبط بالماضي؟ وإذا نعم، إذا كان هو ده الماضي، أين الحاضر والمستقبل في قصصك القصيرة؟ والله الجدة عندي رمز يعني، ممكن يكون رمز للوطن يعني لا يمكن الاستغناء عنه، ممكن يكون رمز لحكمة، ممكن يكون يعني مرجع لا بد من إنه الناس ترجع عليه. فالجدة في عندنا الجدة يعني بتحظى بمكانة كبيرة يعني في البيئة بتاعتنا يعني
يلقوا لها في كل الطقوس، يلقوا لها في أي مشورة، أي حدث مشابه حصل قديم بيرجعوا لها. فعشان كده يعني في قصة من قصصي أو قصتين تقريبا كنت مركز عليها بصورة كبيرة يعني. إلى الآن الناس مرتبطين باستيلا ولا؟ إلى الآن الزمن غير. إلى الآن مرتبطين بجدة يعني. ما يعني ما بفكرة حدودة وقصة زي ما هنا يعني فاطمة السمحة وكده. فهناك هي بجد يعني زولة لها مكانتها يعني وتفاعلها الأكبر يعني في المجتمع يعني. فالحاضر موجود في القصص برضو، كل شيء هنا يغلي. فاتكلمت فيها عن الحرب ومآسي الحرب والنزوح وكده. في قصة خرائط لعوالم مجهولة تحدثت فيها عن مشاكل المشردين في العاصمة. في حاجات مختلفة يعني. يعني نقدر نقول يا استاذ انه في كمية او الغالبية لكتاباتك القصصية انت تبنيتي خط دعوة للسلام من خلال التعريف بالحرب والبشاعة بتاعتها والبؤس اللي بيحصل في الحياة في معسكراتنا. نعم كنت دايرة أعكس يعني مدى قبح الحرب ويعني نتائج الحرب في الحقيقة يعني. فكنت مركز على كده. ستيفن في عمل الفرقة طبعا في محاولة للعكس وعكس الثقافة والرسالة بتعمل هي عشان توصلها للناس. في محاولة للتقريب ما بين الشمال والجنوب، ده خلاك انت تحاول مثلا تغير اللغة او تلتزم بلغتك هي نفسها؟ انا طبعا يعني اللغه دي ما كان حيز كبير عندي يعني. العكس هي بس جزء مكمل، لان الرقص اصلا ممكن اي زول يشوفه ويعرف الدلالات بالمعاني اللي جواه كيف. حتى الاغنيات ممكن اغني باللغه اللغتين مثلا كان يوكايو مثلا، الزول ما بيعرف معنى لكن بحسها على مستوى النغمه المارق من صوت المغني مثلا بيقرب حاجات يعني. انا مستخدم لغه ثانيه او لهجه عربي جوبا كوسيط بين كل الابناء الجنوب، حتى الشمال بقى يفهم عربي جوبا يعني. سلامتك كيف تقرا وين ما تلتقيني يعني نفس الكلام لكن بس فيها روح ثانيه. فدي دي جزء من اللغه بتاع المخاطبه في الناس يعني. اما على مستوى الموسيقى افتكر انه اسم لغه عالميه، رقص زي ما قال قبل استاذنا الدكتور فتحي السعيد، الموسيقى هي لغه عالميه، رقص كمان لغه عالميه. وانا ارجع شوي لكلام استاذ ستيلا بموضوع الحبوبه. الحبوبه عندنا عباره عن مرجعيه او يعني قاموس. عشان كده لازم يكون معنا في البيت عشان هي يعني ما هو الدعم للاجيال المستمر، عكس في الدول الاوروبيه مثلا. الحبوبه والجد مثلا مفترض يكون قاعدين في دار عجزه. يعني بيكون في كاتنج يعني في قط يعني في عزله بين التسلسل التاريخي. لكن في الجنوب مثلا عسى مثلا في بقى في تي في، لكن التي في بتاعنا لسه ستيل حبوبتنا يعني، بتدير لغتنا ثقافتنا يعني، بيبقى هي اهم عنصر في الحياه بالذات في البيت يعني. استيلا مثلا زول ما عاش في الجنوب لكن في الشمال قدر عن طريق الحبوبه قدر تخش الجنوب على مستوى الوجدان، على مستوى السمع، على مستوى حتى الصور تعبر عنها في كتابتها تلقاها هي ما شالها بس من الحبوبه يعني، من المرجعيه بتاعتها هي يعني. بقت زي الحبوبه عباره عن قاموس شعبي يعني. برضه كان بتحكي لك يا ستيلا وحواديت وبتاع، انت من القصص دي كلها عرفتي شكل الجنوب عامل كيف كده. في اتجاه اخر نحن حنشوف الكاريكاتير من اجل السلام مع امجد ونرجع مره ثانيه. فنون من اجل السلام في المساء الجديد. و ستيفن لو تكلمنا عن المسرح كفن وهو خط موازي للموسيقى في عمل فرقة الأوروبا، تكلمنا عن إنجازاتكم. طبعا أول مرة قدمنا مسرحية راقصة ومسرح راقص في المركز الثقافي الفرنسي، وكان الشغل يعني مشترك بيننا وبينهم. والأول مرة نقدم حاجة اسمها رقص مسرحي أو مسرحية كلها راقصة يعني. والثانيا قدمنا شغل في بحر البقعة السنة اللي فاتت طبعا، وحاجة اسمها تخص البغاء بيعالج قضايا بتاع البغاء كيف الانسان عايش وكذا. ومفترض نشارك فيه كان في مهرجان دمشق، لكن للظروف بتاع وزاره الماليه طبعا زي الناس كلها كانوا متابعه في الجرايد ما قدرت تسافر مجموعه. طيب بشكل عام ستيفن بس نعرف مشروعاتك المستقبليه وكمان استلم. اولا حنشارك في مهرجان الخرطوم ان شاء الله في مارس بمسرحيه اسمها المتاهه، في تاليف اخونا ايمن
بشير خليل بن لبيد، اول مره انا اشتغل شغل زول ممتاز جدا، انا اهنيه اقول لكم سنه طيب، وحنقدم عروض ان شاء الله في جوبا، وعندنا جولات خارجيه ان شاء الله في ايطاليا وفي هولندا. بالتوفيق ان شاء الله استيلا. ربنا يوفقكم يعني. مشروعاتك يا استيلا في المستقبل؟ والله مشروعاتي المستقبليه بتمنى انه ما اكتب زهور زابله مره ثانيه، ان شاء الله البلد بتاعي زهور متفتحه لوطن يعني احنا بنحبه جد يعني. وبحاول اكتب روايه وبعد القصه القصيره ان شاء الله. ربنا يوفقك ويوفقك. في الختام ستيفن، هو الرقص، الصنع الموسيقي، الكاريكاتير، التصوير، هي كلها بالمجمل فنون، ونحن اتفقنا على انه الفنون هي لغه عالميه، نحن كيف ممكن نحقق سلام عبر الفنون؟ والله اول حاجه بتوفير المناخ الجيد، واي فنان يحس انه هو سودان اصيل يقوم يتوغل هو في حياته هو عشان يقدم رسالته للشعب السوداني. انا متاكد انه اي زول ممكن يقدم يعني رساله كويسه، بس الواحد يوصل اخر ذاته. يوصل اخر النفس، اخر الذات، يقدر يحقق ذاته. ايوه ده الحلم يعني. وزي ما السلاح بيتوجه وبيضرب وبيقتل، احتمال الفنون برضه سلاح لكن ما بيقتل، بيغرس حاجه كويسه جدا في الشعب السوداني. شعبنا ده معروف انه شعب تصاب وتسامح، مش كده؟ وزواق. يا ريت الناس برضه تنسى الفات و تصفى نفوسها سريع زي ما مويت النيل صافي. أيوة. احنا بكده وصلنا لنهايه حلقتنا. كل الناس اللي بيشوفونا وبيسمعونا عبر شاشتكم النيل الازرق، كلنا حنسافر جوبا، نترككم مع النور الجيلاني.